السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول متوسط، إليكم ملخص العصور ما قبل التاريخ. عصور ما قبل التاريخ وهي عصور سبقت اختراع الكتابة، وفيها اعتمد الإنسان على قوته البدنية للحصول على حاجاته اليومية، ولم يتوصل إلى المدينة كالزراعة والتدجين الحيوانات، ولم يعرف الحياة الاستقرار. هذا تعريف العصور ما قبل التاريخ. علّه، ارتبط الإنسان منذ أقدم العصور بسلسلة من الحضارات. الجواب، لأن منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض أخذ يبحث عن الأسباب التي توفر له العيش والاستقرار وبناء المجتمع، فنظم حياته ونظم علاقاته مع غيره من سائر البشر، واستطاع بناء حضارات عريقة لا تزال آثارها باقية. تعليل، سميت العصور ما قبل التاريخ بهذا الاسم. جواب، لأنها عصور سبقت اختراع الكتابة. تعليل، سميت عصور ما قبل التاريخ بالعصور الحجرية. الجواب، لأن الإنسان صنع أكثر أدواته وآلاته من الحجر فضلا عن عظام والعصيب. سؤال، عدد عصور ما قبل التاريخ. أولا، العصر الحجر القديم، العصر الحجر الوسيط، العصر الحجر الحديد، العصر الحجري المعدني. تعريف العصر الحجر القديم، وهو العصر الذي عاش فيه الإنسان في الكهوف والجبال واعتمد في عيشه على جمع قوته والتنقل وعدم الاستقرار. العصر الحجري الوسيط، وهو العصر الذي انتقل فيه الإنسان إلى إنتاج القوت، بدلا من جمعه، وعرف الزراعة وتدين الحيوانات، وترك الحياة التنقل والاستقرار في القرى البسيطة. أدنى العصر الحجري الحديد، وهو العصر الذي ازدادت فيه معرفة الإنسان بأساليب الزراعة، فظهرت القرى الزراعية مثل قرية حسونة في شمال العراق وقرية جرمو. أدنى العصر الحجري المعدني، هذا من تعاريفه، وهو العصر الذي له مكانة مهمة في تطور حضارة وادي الرافدين بوجه خاص، وبلدان الشرق الأدنى القديم بوجه عام. رافقها اكتشاف الإنسان للمعادن واستعمالها في صنع الآلات والأدوات إلى جانب الأحجار، ومنها النحاس والرصاص. تعريف جرمو، وهي تعد من أقدم المستوطنات الزراعية في العراق والشرق الأدنى. علل، سمي العصر الحجر القديم بعصر جمع القوت. جواب، لأنه اعتمد في عيشه على جمع القوت، والتنقل وعدم الاستقرار. علل، سمي العصر الحجري الوسيط بعصر إنتاج القوت، لأنها ينتقل فيه الإنسان إلى إنتاج القوت بدلا من جمعه. إلى هنا انتهى الخاص بالعصر ما قبل التاريخ. بعدها سوف أكمل لكم ملخصات المادة إن شاء الله. تابعونا ولا تنسوا الاشتراك واللايك للفيديو.